ازيكم يا شباب؟ النهارده هنلعب روبلوكس جيل بريك. معاكم اياد هانتر جيمنج. شكرا جدا على الدعم يعني. والنهارده هنبقى نلعب روبلوكس جيل بريك. طبعا لعبت في اللعبه دي كتير قوي. انا عندي البوجاتي وعندي 883,000 كاش، طبعا دي حاجه حلوه. في ابديت جديد نازل، فانا يعني بستعد للابديت الجديد. طبعا كل الناس عارفه كده اللي بتلعب روبلوكس. اهو بص شايف الراجل هو ده بوليس. طبعا يعني دي بوليس وحرامي، ده بوليس المفروض. ثانية، انا لابس طبعا تيشرت اليوتيوب ومظبط نفسي، مظبط حالي يعني. استنى كده بقى في الفيرست بيرسون. لا كده وحش كده. ده راشد، رشود راشد. عايز كي كارد يا عم الحاج، خلينا اجيب منك كي كارد. ده راشد صاحبي. طبعا بعرفهم عشان هو لون العربية، وتانيين انه بشوف اسمه. طبعا هنا بلعب مع صحابي، بلعب مع واحد اسمه توكسيك لورد، وبلعب مع واحد اسمه راشد. طبعا اللعبة دي هي بوليس وحرامي. المفروض مثلا انا دلوقتي حرامي، بتعرف ان انا من هنا حرامي. في دلوقتي مثلا حرامي عنده مليون، ده رقم كبير قوي. في واحد لعبت معاه عنده 9 مليون وكده يعني. في ناس بتلعب اللعبة دي كتير قوي. طبعا اللعبة دي عبارة عن حرامي شرطة وحرامي. اللي يعني مش عارف ازاي ان مثلا في حاجات كتير قوي تقدر تسرقها. في اربعه. في اول حاجه في الدونات شوب، الجاز ستيشن اللي هي محطه البنزين، الدونات شوب بتاعه الدونتس يعني. وعندنا البنك تقدر تسرقه، والجولري ستور اللي هي يعني اسمه ايه، معرض مجوهرات. تقدر تسرق الاربعه دول. وعندك البوكيس، عندك 5 عربيات متوفرة، لا 6 لغاية دلوقتي عشان المونستر تشاك، ولسه هتنزل 3 كمان، فدي هتبقى مفاجأة. توكسيك، انا صاحبك يا عم، هتخليني اقعد معاك يا عم. تعرف لو عملتلي ارست لا انا ده انا كي كارد. لا يا عم ثانية انا عايز كي كارد. خليني نجيب كي كارد. ايوه شكرا قوي. دي هي اميت بقى اللي يبقى عندك صحاب. طبعا بتلعب يعني مع صحابك. انا عندي في اي بي سيرفر، وده تقدر تلعب مع صحابك يعني فيه. ثانكس. هو ليه اتوقع ايوه. طبعا دلوقتي احنا ثانية، البنك اتفتح؟ لا لسه، ده كان النور بتاعي. حضر 7 عربيات شرطة. دي حاجة وحشة. طبعا الابديت الجديد يا شباب هيبقى ممكن يوم، ممكن بكرة، لا ممكن بعد بكرة، او ممكن يوم الجمعة الجاي ان شاء الله. هنزلوا تلات عربيات جداد. انا دلوقتي هوريها لكم. المفروض بس تفتحوا التويتر، لو عندكم تويتر يعني. المفروض تفتحوا التويتر. المفروض تفتح تويتر. وطبعا دي انا نفسي في الابديت الجديد، عشان الصراحه اذا البنك اتفتح لا لسه. نفسي انا في الابديت الجديد ان هو ينزل. نفسي انا في الابديت الجديد ان هو ينزل، عشان الصراحه نفسي يعني اسيمو. ده يبقى اكبر ابديت ليهم. وطبعا انا هحط رابط لعبه روبلوكس تحت في الديسكربشن، رابط لعبه روبلوكس جيل بيك. طبعا هوريكم انا العربيات. ايه ده، مش شايف حاجه اهو. زي ما انتم شايفين، دي واحده من الموتوسيكلات اللي هتنزل. ده اول موتوسيكل، وتاني موتوسيكل هيبقى هوريها لكم بعدين، بس ادور بس عليها بعدين. دلوقتي ايه اللي لسه ايه اخر حاجه اتسرقت؟ نعم يا صح، عشان الشات عندي ما بينش، عشان دلوقتي بسجل، فانا ملجلج شويه يعني، اسف برضه عشان بسجل وكده، فالشات هنا مش بيجي عشان يعني ملجلج شويه. دلوقتي لازم بس تفتح تويتر، ابقى مستخبي في البنك، وتروح عند الاسمو، عند اسمو تويتر ليتست. يا ايه ده، انا عايز اشوف البنك، صورة البنك المفروض تبقى هنا. فين صورة البنك؟ مش هنا صورة البنك. خلاص يلا انا عايزي.
طبعا اتوقع دلوقتي الرئيس، بس انا ما كنتش. ايوه اهو يلا البنك دلوقتي بدأ، ويلا بينا. مين ده مين ده مين ده؟ ما تقوليش ان ده راشد. اهو ده كريمنال. الحمد لله ده كريمنال. يلا يلا يا عم، يلا يا عم الحاج، يلا ده احنا كلنا هنسرق. واحد منهم عنده كي كارد، انا عندي. يلا دلوقتي اول روبري لينا في الفيديو. طبعا هنسرق دلوقتي البنك، انا متحمس قوي. دلوقتي هنسرق البنك. هو ده البنك. طبعا انت في هنا في اللعبه زي روبكس. الروبكس دي بتجيبها ازاي؟ بتقول ازاي بتجيبها؟ بفلوس، خلينا بفلوس حقيقيه. بتشتري يعني كانها مثلا كريدت في اللعبه، فلوس حقيقيه تجيب روبكس. الروبكس تشتري بيها حاجات في اللعبه. طبعا بوليس دلوقتي دخل اللعبه، دخل اللعبه، دخل البنك عشان جالي اليافطه تحت زي ما انتم شايفين هنا، جالي تحت هنا. لا لا انا عايز اجمع فلوس. طلع سلاحك و اقتل يا عم، اقتل اقتل. يلا جات ريكت، يلا خد. ايه ده الكي كارد اخده ازاي يا راجل؟ ازاي اخدت الكي كارد ده؟ كان بعيد. شكله يا جماعة جليتش ولا حاجة. توكسيك نو ارست. اوكي طبعا انا عايز بلجلك شويه. ف وات هلو دكتور كيكو كيكو وصو اي هاف ا كي اند اي ام ريد. يلا يا عم يلا يا عم الحاج، يلا نطلع يا شباب. يلا جاهز، كلكم جاهزين؟ جهزوا سلاحكم. سلاح، طلع سلاحك، طلع سلاح. تعال 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 تعال، اوعى تفوت. يلا يلا كلكم جيتين. ايه ده؟ كلكم تعالوا تعالوا. جيتين جيتين، مش هتركبوا؟ طب يلا انتوا اللي خسرتوا. طبعا هي دي بقى لعبة جيب، تعمل عصابة وكده يعني. ده توكسي راشد شكله. طب ليه؟ اوكي ثاني اخد البوجاتي ولا خليني بالهليكوبتر؟ الراجل مات. تعالى يا راشد، رشود تعالى. ايه ده؟ ده بوليس؟ ما تقوليش ان ده بوليس. ده بوليس كده. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده كمان طلع بوليس. يلا خد دي بقى جليتش، خلي جليتش على نفسك برا فيكس. خلينا اصلا نروح نجيب الموتور سايكل اللي هي هنجيب. خلينا اصلا نروح نجيب ال يعني ايه الموتور سايكل اللي هتشوف جيت بايك الموتوسيكل يعني. هنا هنجيب الموتوسيكل، اتوقع هيبقى رسبن هنا في مكان هنا، رسبن في مكان هنا. هون ثانية. هو مش فاكر، كان بيترسبن في واحدة من العواميد. انا على طول يعني كنت بروح كده الاقي ايه بترسبن هنا. فيلا يا عم ترسبن ترسبن، يلا اهو هو ده ترسبن، هو ده الموتوسيكل. طبعا دلوقتي هاخده وهنروح. طبعا النهارده لابس تشات اليوتيوب، مظبط نفسي وجايب دي البندانة. فيلا ده عنده مليون. هو ده اللي كان عايز يعمل لي اريست، بس احنا قتلناه. اللي كان لابس البينجوين. طبعا بتقولي ليه الناس بتلبس البينجوين في اللعبة دي؟ ان اللعبة دي لو انت لبست البينجوين هي جلتش في اللعبة يعني، يعني حاجة غلط في اللعبة. المفروض لو انت لبستها ودوست سي ونطيت هتطير، يعني مش هتطير، لا هتجري بسرعه قوي، هتبقى مثلا اسرع من البوجاتي ممكن، لا بالبينجون هتبقى اسرع ممكن من اللامبورجيني، بس من السنو مان هتبقى اسرع من البوجاتي. طبعا الناس دلوقتي بتكلمني في الشات عشان سامع الشات. حدي هنا على الايباد. بصوا كو، ايه ده؟ انا كتبت واتساب كول، طلع لي هنا كول. مين اللي ببعت؟ تعال نشوف.
طبعا عملنا له هنا اكسبت. طبعا هو ده احمد اللي انا كنت بقول لكم عليه، شايفين ده؟ هو ده احمد. انا هحط رابط قناته في الديسكربشن، وكمان انا عندي اخبار حلوه. امبارح صورت معاه فيديو كنا بنلعب فيه روبلوكس برضو، بس في ميني جيمز دي احلى حاجه. بس انا كان وريهم بس اللي انا عندي بوجازي. I have Bugatti. اه واك اب يا بوجاتي. طبعا هنا بقى نركبها كده. لا 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 ما تعمليش جليتش بالله عليكي، بقى بالله عليكي حرام عليكي. استني هوريكم حاجه، هوريكم حاجه بتضحك، ممكن تضحككم زي ما انتوا يا شباب شايفين. هوريكم على حاجه بتضحككم جدا، دي هتضحككم ان شاء الله. انا هسرق جولي ريستور وكده هبقى كملت. اوه هو ده الرجل، هو ده الراجل. تعالى لي بقى، تعالى لي كامبر. لا يا عم الحاج، استني بس ابقى مجهز. طبعا دلوقتي زي ما انتوا شايفين الراجل ده، الراجل ده مات اتقتل. يلا يا شطور يلا. الراجل ده محتاج جنس صح؟ الراجل ده اللي عنده اسمه دكتور، دكتور ده دكتور. جو جيت جوينز دوك دي ار كيكو، دكتور كيكو حاجه زي كده. شوف كده اركجو. الحمد لله اركدو. لا يا نهار، لا ما شفتوش يا نهار. بيكن هيرمان يعمل لي ارست. اوه الحمد لله يا شباب، احنا قطعناهم يا شباب، قطعناهم. يا عم انا مش عارف اعمل ايه يا عم. ايه ده يعني اول ما تجيلي الستوري يفتح كمان؟ شكلها اسرار اصلا. يلا ارست يا رشد، شطور يا رشد. طبعا كده نبقى هطلع بس كده ونكمل الحلقه بتاعتي. ثانية هسأل احمد لو انا اقدر اكلمه. كان طبعا دلوقتي اهو go to gun go get gun. طبعا هنا هننهي الحلقة، يا ريت الحلقة دي بك تعجبكم. طبعا أول حلقة كانت وحشة أنا عارف، بس إن شاء الله الحلقات الجاية هنقدر يعني نعوضها ونسرع البنك أكتر وكده، وإن شاء الله هنبقى نلعب مع أحمد. أنا هحط لكم رابط قناة أحمد في الديسكريبشن اللي هو فاير وولفز واي تي، يا ريت تروحوا تعملوا له فولو. هو ده طبعا، هو ده فاير وولفز أنا ذا مول. أوكي هو دلوقتي في المول، هو بيلعب في المول. طبعا هو ده، وهو ده احمد. يا ريت تعملوا له لايك وسبسكرايب في قناته، وتعملوا له فولو برده على روبلوكس. وانا اسمي اياد هانتر، ويا ريت تبعتوا لي فريند ريكويست وانا هقبلها ان شاء الله. فهتبقى دي هتبقى اخر الحلقه يعني هننتهي، وهنعمل ان شاء الله سلسله روبلوكس يعني هتبقى كتير يعني. سلام يا شباب، سلام عليكم. اي ويف طبعا كده هنقدر نسلم عليك. فسلام يا شباب، سلام.